ليه في 17 واحد بس ولا 16 واحد بس في الميتنج؟ باقي الناس فين؟ ورشة النهاردة إن شاء الله هي ورشة البالك فورمينج. البالك فورمينج أو ورشة تشكيل المعدة. إحنا قبل كده اتكلمنا عن الميتال فورمينج بروسيس، وقلنا إن في عندنا نوعين من الميتال فورمينج. النوع الأولاني اللي إحنا اتكلمنا عنه في ورشة السنكرة، اللي هو كان الشيت ميتال ووركس. وفي الشيت ميتال ووركس قلنا إن في الحالة ديت إحنا ما بنغيرش في ثيكنس بتاع الشيت، هو الخام بيجي لنا في صورة شيت، تمام، ليه ثيكنس أقل من 6 مللي. الثيكنس بتاعي اللي هو التخان أقل من 6 مللي، فده بنسميه شيت، تمام. فإحنا ما بنغيرش في الثيكنس، بنتعامل مع الثيكنس زي ما هو، لكن بنبدأ نغير في شكل الشيت عن طريق إن إحنا بنعمل إيه؟ ان احنا بنعمل عملية قص او تاني او ديب دروينج او بنعمل بلانكينج او بيرسي. خلاص، فدي كده كانت ورشة شيت ميتال، ان احنا ايه ما بنغيرش في الثيكنس. البالك فورمينج لا، في حالة البالك فورمينج بنغير في الثيكنس او بنغير في السايز بتاع الايه الورك بيس. فده كده النوع التاني اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو البالك فورمينج. زي ايه البالك فورمينج؟ عندنا عملية الرولينج اللي هي الدرفلة، ودي برضو احنا عرضناها قبل كده وقلنا ان الشيت اساسا كماتيريال او كورك بيس هو في الاساس كان انجوت، حاجة ليها تخانة كبيرة. خلاص، واتفقنا قبل كده ان الماتيريالز ليها مسميات، او الورك بيس عندها مسميات على حسب السايز. في عندي حاجة اسمها انجوت، في حاجة اسمها سلاب، في حاجة اسمها بيلت، في حاجة اسمها بليت، في حاجة اسمها شيت، في حاجة اسمها فويل. كل دي مسميات على حسب الثيكنس. خلاص، فالانجوت دي بنجيبها تدخل على ظرفين بيكونوا عبارة عن اسطوانتين كده، تمام. الاسطوانتين دولت بيلفوا عكس بعض، فيبدأ يسحب الانجوت دي بالفريكشن ما بينها وبين الانجوت، يسحبها وفي نفس الوقت يطبق عليها بريشر فيقلل في الثيكنس. فيفضل يعمل البروسيس دي كده، يقلل في الثيكنس لحد ما يوصل للثيكنس اللي هو عايزه للشيت، سواء كان ملي، 3 ملي، 8 من 10 ملي، وربع ملي، ونص، على حسب المقاسات اللي في السوق. خلاص، كل الحاجات دي بتنتج ببروسيس اللي هي اسمها الرولينج. عندي بروسيس تانية اسمها فورجينج او الحدادة. عندي عملية البث اللي هي الاكستروجن، وعملية سحب الأسلاك. كل دي عمليات أو بروسيس تندرج تحت البالك فورمينج، لأن في العمليات دي كلها أنا بغير في السايز بتاع الورك بيس. أول عملية عندي في عملية البالك فورمينج اللي هي عملية الدرفلة أو الرولينج. في عملية الدرفلة إحنا بنابلاي الفورس أو بنابلاي الكمبريشن أو البريشر عندي عن طريق رولرز، درافيل. الدرافيل دي بتبقى عبارة عن ايه؟ ممكن في منها البلين اللي هي عبارة عن اسطوانة بلين كده، مفيش فيها اي تفاصيل، مجرد اسطوانة خلاص من اللوي ستيل او من سبيكة. كل دورها ان هي بتقلل الايه؟ بتقلل الثيكنس، بتعمل ريدكشن في الثيكنس، فده بنسميه فلات رولينج. خلاص، او نوع تاني عندي اللي هو السكشن رولينج. وفي حالة السكشن رولينج ده أنا بنتج بيه، بغير فيه شكل المقطع نفسه، شكل الكروس سكشن. يعني ده كده هنا كروس سكشن أهو ريكتانجل. خلاص، هو دخل ريكتانجل وخرج ريكتانجل زي ما هو. ليه؟ لأنه الرولرز عندي أو الدرافيل بلين سلندرز، مفيش فيها أي تفاصيل. خلاص، لكن في الحالة التانية دي هو ممكن يدخل الكروس سكشن بتاعه ريكتانجل ويخرج حرف أي زي كده، أو يخرج مثلا حرف سي، تمام، او اي شكل. خلاص، فده بسميه سيكشن رولينج. سيكشن رولينج ليه؟ لان هو غير في شكل الكروس سيكشن، غير لي شكل الكروس سيكشن، دخل ريكتانجل مثلا طلع بشكل تاني، تمام، سواء زي الاي بيم اللي خارج قدامي ده، تمام. فعمليه الرولينج هو بيابلاي عن طريق الرولرز دي، بيابلاي الكومبريشن او اللود عندي عن طريق الرولرز، الدرافيل. خلاص، الدرافيل دي بتلف بحيث ان هي تسحب البلت بتاعتي او تسحب الانجوت، وفي نفس الوقت تعمل ايه؟ ريدكشن للثيكنس او تشينج الكروس سكشن، تغير شكل الكروس سكشن، تعمل فورم للكروس سكشن.
الفلات رولينج الابلكيشن الشهير ليه ان هو بينتج لي الشيتس الالواح المعدنيه، خلاص الواح الصاج، خلاص دي كلها بيعملها بعمليه الايه الفلات رولينج. عمليه الرولينج او عمليه الفورمينج بشكل عام ممكن تتم على الساخن وممكن تتم على البارد، ممكن تتم على الساخن وممكن تتم على البارد. يعني ايه؟ يعني الماتيريال دي علشان تتضغط، او لو افترضنا مثلا الانجوت دي مثلا، لو دي انجوت خلاص وعايز اضغطها هنا، فانا عشان اضغطها محتاج لود كبير، فاللود ده هيترجم لباور في المكنه اللي بتحرك الرولرز. الرولرز دي بتتحرك عن طريق ماشين بموتور، خلاص. فعشان اقدر ان انا اشكل الجزء ده محتاج هنا باور، فكل ما الثيكنس زاد وكل ما السايز بتاع الورك بيس زاد، معنى كده ان الباور اللي انا محتاجه اعلى. فعلشان اقلل الباور دي بعمل ايه؟ بسخن الورك بيس الاول قبل ما تدخل على الدرافيل، خلاص. فلما تسخن تبدا يحصل حاجه، يعني يبدا الشكل الجرينز عندي تتغير، او يبدا يحصل ليها جرين جروث، اللي بنسميها الجرين جروث، ان هو يتشكل فيها او تبقى زي الصلصال كده، خلاص. فده بيقلل اللود اللي انا محتاجه، اللي انا محتاجها علشان اشكل بيها الايه المعدن بتاعي. يبقى انا بشتغل على الساخن او بشتغل على البارد. طب امتى اقول ان انا شغال على الساخن؟ لو انا شغال عند درجه حراره اعلى درجه حراره، بسميها درجة حرارة إعادة التبلور، بسميها درجة حرارة إعادة التبلور. وعند درجة حرارة إعادة التبلور دي الماتيريال بتكون أسهل في التشكيل فوق، ودي درجة حرارة إعادة التبلور دي بتكون نسبة من الميلتنج بوينت. يعني مثلا لو المعدن بينصهر عند 1000، فهي تقريبا عند 500 أو 600، تبقى حوالي 6 من 10 من الميلتنج بوينت. دي ميلتنج، دي درجه حراره عدد التبلور. عند درجه الحراره دي بيبدا الاستراكشر بتاع الماده، اي ماتيريال عنده بتبقى عباره عن جرينز مع بعضيها كده، وفي بينها حاجه اسمها جرين باوندري، خلاص. يبدا الجرين باوندري ده يضعف، تمام، او بنقول بيحصل عندي جرين جروث، فتبدا الماتيريال دي تكون سهله في التشكيل، بتتعامل معاها كانها صلصال. عشان كده لو احنا مثلا جينا نتكلم عن الفور الحداده، بنلاقي ان الراجل الحداد، بنلاقي ان الحداد خلاص بيسخن الحديده قبل ما يبدا يشتغل عليها. طب ليه بيعمل كده؟ علشان يقلل الباور اللي هو محتاجها ان هو يشكل بيها الحديده دي. فنفس الفكره دي في كل عمليات الفورمينج، ان انا اقدر اشتغل على الساخن واقدر اشتغل على البارد. فبقول ان انا شغال على الساخن لو انا شغال فوق درجه حراره اعاده التبلور، اللي هي ريكريستاليزيشن تمبريتشر. ودرجه حراره اعاده التبلور دي بتكون في رينج 6 من 10 من الميلتنج بوينت، درجه الانصهار، ما ينفعش اوصل للانصهار، خلاص. فهي بتكون اعلى من ريكريستاليزيشن تمبريتشر واقل من الميلتنج بوينت، خلاص. فعمليات الرولينج بتتم على الساخن او على البارد. فمثلا لو احنا في انتاج الشيتس دي، لو انا عايز انتج الواح الصاج، بتكون معظم عمليات كل عمليات الرولينج هنا على الساخن، ما عدا اخر مرحله اللي هي مرحله الفينش الاخيره، بتبقى على البارد، لان البارد بينتج ميكانيكال بروبرتيز افضل، بيخلي الخواص الميكانيكيه للمنتج الشيت مثلا اللوح الصاج اللي هيطلع لي افضل، خلاص. يبقى عمليه الرولينج هي عمليه فورمينج بابلاي بريشر او كومبريشن عن طريق رولز درافيل. هي طبعا ليها اشكال كتير عمليه الرولينج، لكن هنركز على النوعين دول، اللي هو الفلات رولينج بيكون الاسطوانه بلين بنتج بيها، بغير فيها الثيكنس بس، بقلل فيها الثيكنس، او سيكشن رولينج. هنا في الطريقه دي مثلا هو استخدم اكتر من رول ان هو ينتج الاي بيم، او ممكن الرول نفسه بدل ما هو يبقى بلين كده يبقى الرول في تشكيل. ده كده النص، نص الرول والنص التاني اهو.
ده الرول اللي تحت وده الرول اللي فوق، انا راسم نص الرول بس اسطوانه يعني فوق زي ده خلاص. فالتو رولز دول لما يبداوا يلفوا عكس بعض خلاص، هيسحب معاه الرول اللي فوق يلف والرول التاني يلف عكسه خلاص، هيسحب معاه البليت بتاعتي او الانجوت ويضغطها فتبدا تملى الايه، تبدا تتشكل خلاص، فتملى الفراغات دي كده فتطلع لي شكل الاي بي مثلا خلاص. فهنا الرولز مش بلين زي كده، مش مجرد اسطوانه، لا ده فيها تشكيل على الايه، على السطح بتاعها خلاص. فده بستخدمه في ايه، كابلكيشن لو انا عايز انتج قطاعات هندسيه اللي هي الاشكال اللي بتستخدم في الستيل ستراكشرز زي الكباري خلاص، او اطباق السكه الحديد. فهتلاقي مثلا الكباري بتاعت المشاة او الكباري بتاعت القطارات اللي بتعدي النيل، هتلاقي عباره عن ايه، قطاعات معدنيه زي الاي بيم او السي، شكل سي او شكل تي او شكل ال او انجل، كل دي ايه، ده شكل كروس سيكشن خلاص. كل الاشكال دي نقدر ننتجها بالايه، السيكشن رولينج. يبقى دي اول بروسيس عندي اللي هي عمليه الدرفله خلاص بانواعها، وقلنا ان هي ينفع تتم هوت وينفع تتم كولد. وخلي بالك ان احنا ممكن نسخن برضو، لكن تحت الكريستاليزيشن تمبريتشر بتكون في لسه كولد، يعني احنا ممكن مش شغالين عند 400 درجه، بس 400 درجه دي انت ما وصلتش للكريستاليزيشن، فما تقدرش تقول ان انت شغال هوت في الحاله دي خلاص. يعني مش معنى كولد انك تكون شغال في الروم تمبريتشر، لا، كولد انك شغال اقل من الكريستاليزيشن تمبريتشر خلاص. يبقى دي كده البروسيس الاولانيه اللي هي الرولينج. البروسيس الثانيه اللي هي الفورجينج او الحداده. والحداده في منها اليدوي اللي هو بيعمله البلاك سميث او الحداد، وفي منها الباور فورجينج اللي بيتم عن طريق ماشينز خلاص. فالحداده هنا بتنقسم لنوعين، في عندي الاوبن داي وفي عندي النوع الثاني اللي هو الكلوز داي خلاص. الحداده ممكن تتم بنسميها فري هاند اللي هو السميثي او الحداده اللي بتتم بشكل يدوي اللي بيعملها الحداد خلاص، ان هو بيستخدم ايديه او الباور بتاعت ايديه في الطرق، وفي بيتم عن طريق مكابس وهامرز خلاص. فدي كده الايه، الحداده اللي بتتم عندي. في منها الاوبن داي وفي منها الكلوزد داي. بنشوف الحداد ماسك الشاكوش وعنده السندان ده الانفل ده خلاص، ويمسك الشاكوش او المرزبه ويبدا يدق على الايه، على حته الحديد عشان ايه، يشكلها خلاص. فده كده بنسميه اوبن داي. اوبن داي ليه؟ لان الحديده هو لما بيدق عليها مثلا زي الشكل اللي قدامي ده كده اللي هو بيعمل دروينج اوت ده خلاص، الحديده هنا هو بيدق عليها لكن هي محكومه في الدايركشن ده بس، لكن الدايركشن ده هي تقدر تزيد فيه براحتها، مش مقفوله في الدايركشن الطولي ده ولا في الدايركشن العمودي على الصفحه على الشاشه ده خلاص. فهي هنا بنقول عليها اوبن داي، ان هي في ليها ايه، ديجري اوف فريدم، مفتوحه في اتجاه خلاص. ان هو لما بيدق هنا فيبدا الثيكنس ده يقل ويتعوض في الطول خلاص، لان دايما عندنا في عمليه الفورمينج الفوليوم ثابت. في عمليه الفورمينج دايما الفوليوم ثابت، هنا مثلا في الرولينج انا بقلل الثيكنس يتعوض في اللينث. طب ليه ما يتعوضش في الويدث؟ لان هنا الكونتاكت ما بين الشغله والرول على الويدث، ففي فريكشن يمنعها ان هي تزيد في الدايركشن ده، بتكون في زياده بس مهمله قليله جدا نتيجه الفريكشن، فهي ممسوكه ان هي تزيد في الدايركشن ده، لكن بتزيد في الاتجاه الطولي فبتزيد في اللينز. هنا برضو في الفورجنج برضو نتيجه ان الفوليوم ثابت، هو لما يبدا يدق على الورك بيس كده خلاص فيقلل الثيكنس، فالنقص في الثيكنس ده هيتعوض في اللينز. يبقى احنا كده بسمي دي اوبن داي، ان هي الورك بيس ريستريكتد، محكومه في دايركشن او اتنين خلاص، لكن هي فري ان هي تتحرك في دايركشن ما في اتجاه معين خلاص. لكن النوع الثاني الكلوزد داي، لا ده هو بيبقى الاسطمبه، عندي اسطمبه وجواها تجويف
خلاص. فالورك بيس او المعدن عندي محكوم ان هو يتحرك جوه التجويف ده بس، فهو محكوم من كل الاتجاهات، هو مكان مقفول. يفضل يدق كده عليها، يفضل يدق على النصين، الاسطمبة، الاسطمبة عندي نصين خلاص تمام. فهو يبدأ يدق، يضغط على النص اللي فوق دون، او يدق عليه بالهامر تمام، لحد ما ايه، ما المعدن ده يتضغط، يتضغط لحد ما يملى الفراغ، لكن مش هيزيد عن كده، مش هيملى اكتر من كده. فهنا الكلوزد داي بتكون الماتيريال ريستريكتد في الاول دايركشنز، في كل الاتجاهات. لكن في الاوبن داي ما بتكونش محكمه في كل الاتجاهات، لازم يكون في اتجاه او اكتر خلاص الشغلانه فري ان هي تتحرك فيه. فده كده معنى اوبن داي وكلوز داي خلاص. فالراجل الحداد وهو شغال قاعد بيدق على الحديده كده علشان يقلل في الثيكنس بتاعها، في على حساب الطول، ان الطول يزيد، يبقى كده بنقول ان هو بيعمل ايه، اوبن داي. فمن ضمن الاكزامبلز على الاوبن داي فورجنج الايه، حاجه اسمها اب سيتنج. اب سيتنج، الاب سيتنج ان هو بيعمل ايه، بيزود الديامتر او بيزود الكروس سيكشن خلاص على حساب اللينث او على حساب الهايت بتاع الورك بيس. عندي مثلا شغلانه كده تمام، ده الهايت، ده الهايت بتاعها، وده الايه، الديامتر خلاص. لما يبدا يابلاي بريشر عليها من فوق خلاص، هيحصل ايه، اللينث ده هيبدا يقل والسايز، الديامتر يبدا يزيد. فبسمي البروسيس دي upsetting، ان انا بقلل اللينث وازود الكروس سيكشن اريا. طيب العكس، لو انا عايز ازود الطول واقلل الثيكنس، فبسمي البروسيس الثانيه دي drawing out او cogging. cogging او drawing out، سحب خلاص، ان انا بقلل ثيكنس زي الشكل اللي قدامي ده كده. هو يبدا يضغط عليه، يدق عليها، فيقلل الثيكنس ويزود اللين. فده كده الاوبن داي فورجنج. لكن الكلوز داي فورجنج بينتج بيعمل بيه منتجات معينه بدايمنشنز واكيورسي محدده. الاوبن داي خلاص، او عمليه الفورجنج بشكل عام، بتكون الاكيورسي فيها محدوده خاصه من الاوبن داي. لكن لو انا عايز اكيورسي عاليه او دقه ابعاد عاليه وسيرفس فينش معين، بعمل اسطمبه خلاص واشكل بيها الجزء ده. زي ايه يعني، من اشهر المنتجات اللي كنا بنشوفها خلاص، المفتاح البلدي اللي بنفك بيه الصواميل تمام. المفتاح دون بيتعمل كلوز داي، الرانش سميه رانش، W R E N C H خلاص. الرانش ده كاكزامبل على الايه، على الكلوز داي فورج. الرانش ده معمول علشان يفك صاموله خلاص، الصاموله اللي هي النط. معروف ان الصاموله ليها مقاس معين، فلو الرانش ده اكبر من المقاس ده بجزء من الملي خلاص، ده كده شكل الصاموله تمام، بيبقى هيكساجونال كده. لو المقاس ده اكبر بس بجزء من الملي، مش هيفك الصاموله دي تمام. وبالتالي انا محتاج هنا دايمنشنال اكيورسي عاليه جدا. فهناخد ده منين؟ من الكلوز داي فورجنج. يبقى الكلوز داي فورجنج باخد منه دايمنشنال اكيورسي وسيرفيس فينش عالي. من ضمن الابلكيشنز برضو بتاعته اللي هو الكونكتنج رود بتاع العربيه والكرانك شافت بتاع العربيه خلاص. اللي مش متخيلهم ممكن يعمل سيرش على المسميين دول كده، يشوف شكلهم عامل ازاي خلاص. الكونكتنج رود والكرانك شافت بتوع المحركات. يبقى ده كده الكلوز داي. طيب الاوبن داي زي ما قلنا، ان انا بعمل ايه، بقلل ثيكنس، بقلل بزود كروس سكشنال اريا، بشكل زي الشغل الفورجي اللي بيعمله الحدادين عندك في البوابه بتاعه البيت تمام. طيب الادوات اللي بيستخدمها الحداد برضو، هنا عمليه الحداد دي بتتم على الساخن. عمليه الحداده دي بتتم على الساخن عشان يقدر يشكل خلاص بايه، بالباور المتاحه لي. فمن ضمن الادوات اللي بيستخدمها الحداد اللي هو شغال طبعا فري فورجنج، اللي هو البلاك سميث،
بيستخدم السندان، ده اساسي جدا. ده عباره عن كتله كده من المعدن، خلاص من كاست ايرون صب كده. وفي عندي هنا سطح الانفل ده، خلاص ده مستوي وعلى زاويه 90 مع باقي الاسطح اللي عنده. وفي عندي الجزء ده كده هورن، خلاص ده بيستخدمه لو هو عايز يشكل جزء في استدارة، لو هو عايز يبني حاجة بشكل في استدارة. في عندي هنا الجزء ده كده الهاردي اللي هنا ده، الجزء الفاتحة دي كده بيثبت فيها باقي التولز، يعني تولز زي دي كده هنعرف ايه دلوقتي ليها شانك بتثبت منه، ده بيتثبت في الجزء ده من الايه؟ من السندان. فالسندان ده تول أساسية جدا في ورش الحداده، خلاص. طبعا الهامرز، سواء الهامرز الثقيله او الخفيفه، خلاص بيستخدمها الحداد ان هو بيابلاي بيها اللود على او البريشر على الحاجه اللي هو عايز يشكلها. التونج، خلاص التونج ده لائط، احنا اتفقنا ان الراجل بيشتغل بيسخن، فما ينفعش يمسك الحته بايده او يخرجها من الفرن. الهيرث، الفرن هنا بنسميه هيرث، خلاص ما ينفعش يخرجها من الفرن بايده، فبيستخدم اللائط ده خلاص ان هو يمسك بيه الورك بيس وهي سخنه، خلاص. وليه اشكال الجزء ده كده، ليه اشكال، في منه بيبقى واخد شكل عامل كده عشان لو هيمسك حاجه مدوره، خلاص لو هيمسك حاجه مستطيله بيكون الشكل الوش بتاع اللائط ده الطرف بتاعه ده على حسب شكل الايه الورك بيس اللي هو هيمسكه بيه، خلاص. فالتونج ده اللي هو اللائط اللي بيمسك بيه الورك بيس وهي سخنه. سواج دي تول بستخدمها بعمل بيها عمليه اسمها سواجنج، وده كده اكزامبل عليها اللي هو ده كده على بعضه اسمه سواج، هو طقم كده من حتتين، خلاص. جزء منه بيثبت في الهاردي بتاع الانفل في الهول دي كده، والنص التاني ليه هاند اللي هي بيمسكها الحداد في ايده، خلاص. وفي هنا الجزء ده كده بيستخدمه في ان هو بيدق عليه بالشاكوش او بالهامر بالمرزبه، خلاص. طيب لو انت بصيت على السواج ده هتلاقي النص فيه نص دايره اهو، والنص التاني فيه نص الدايره التاني. فعمليه السواجنج هو بيعمل ايه؟ بيغير شكل الكروس سيكشن، يعني مثلا عندي حته جايه لي مربعه وعايز اخلي حته منها فيها استداره، خلاص كروس سيكشن اهو سكوير مثلا، وعايز احول السكوير ده اخليه مثلا الطرف ده مثلا مستديره واخليها كلها مستديره، فاعمل ايه؟ اجيب الحته دي كده واحطها هنا واقفل عليها بالنص التاني وادق عليه من فوق بالهامر، وافضل الفها كل شويه لحد ده هو ماسكها في ايده يقعد يلفها، يدق ده او يلفها شويه لحد ما يحول شكل كروس سيكشن من سكوير لسيركل، خلاص. فعمليه السواجنج هي عمليه بيتم فيها ايه؟ عمليه بيتم فيها تغيير شكل الكروس سيكشن. يبقى نضيف كده العمليه ديت لعمليات الاوبن داي فورجنج او الفري فورجنج، عمليه اسمها سواجنج. سواجنج ان هو بيغير شكل الكروس سيكشن، خلاص. الفلاتر ده تول هي ليها هاندل بيمسكها الحداد بايده والجزء اللي هيدق عليه اهو، وعندي الجزء دون فلات وكبير كده، خلاص. ده بيستخدمه في من اسمه كده فلاتر، بيعمل فلاتنينج بيساوي السيرفس، خاصة بعد عملية زي عملية الكوجينج. طبعا الكوجينج ما بيطلعش السيرفس مستوي زي ما هو واضح قدامك كده، لا ده بيطلع السيرفس في ايه؟ في تعريجات كده نتيجة الايه؟ الأماكن اللي هو كان بيدق عليها. طب هيساوي التعريجة دي ازاي؟ إن هو بعد ما بيخلص عملية الكوجينج يحط الفلاتر فوقيها ويبدأ يدق عليه فعشان يساوي السيرفس. يبقى الفلاتر ده بيستخدمه في عمليات الفلاتنينج بعد العمليات التانية زي الايه؟ زي الكوبينج، خلاص. فدي كده بعض او اكزامبلز على الادوات اللي بيستخدمها الحداد او بنستخدمها في ورشة الحدادة. طبعا مهم جدا عندي في ورشة الحدادة البريسز والهامرز، ودول مكن، يعني بقدر استخدم الهامر الشاكوشي اللي انا بستخدمه بايدي ده اللي هو المرزبه، او ان انا بستخدم الهامرز او البريسز المكابس ان انا بستخدمها في عمليات الحديد. لحد هنا حد عنده سؤال في الكلام ده؟ يا شباب
لا تمام يا باشمهندس. بعد كده عندي عمليه الاكستروجن او عمليه الباست، في برضه عمليه هو عندي بس سؤال، هو هو ده اتنين في اتنين ولا اربعة؟ معلش علي صوتك عشان صوتك بقطع. هيكس مين احسن؟ ايه ده؟ بقول لحضرتك في الاوبن داي هتمشي في الاربع اتجاهات ولا اتنين؟ لا مش بقى، هي الديجري فريدم مش اربع اتجاهات، الديجري فريدم اكتر من كده، بس في الاوبن داي هي مفتوحه في اتجاه على الاقل. خلاص؟ على الاقل؟ على الاقل تكون مفتوحه في اتجاه. فريم هي تتحرك في اتجاه. هو يعني مثلا بيسألني سواجنج، كام دايمنشن؟ عمليه السواجنج هو هتلاقيه مقفول من كل اهو، لو انت حطيت النص دوت فوق ايديه لو ركبتهم فوق بعض كده هتلاقيه مقفوله من كله ما عدا الدايركشن ده، صح؟ دي اوبن داي. لكن لو قفل كله يبقى كده ده كلوز داي. خلاص، يبقى عمليه الكلوز داي بيكون ريستريكتد في الاول دايركشنز. لكن في الاوبن داي عندي اتجاه على الاقل هي فري ان هي تتحرك فيه او يحصل زياده في الطول فيه مثلا. خلاص، لكن ما ينفعش الاربع اتجاهات. هو لما عند ما انت هنا مثلا في الكوجينج هو قافل في الدايركشن ده، خلاص الدايركشن العرضي ده هو مش مفتوح فيه كل حاجه، بس نتيجه الفريكشن ما بينهم ما بيحصلش زياده فيه. ناخدها في اعتبارنا يعني بنهملها، يعني هو هيزيد في الاتجاه العرضي بس مش الزياده اللي احنا نبني عليها حساباتنا، لكن بنعتبر ان هو ما فيش زياده في الاتجاه العرضي ده. ده سببه ايه؟ الفريكشن اللي هنا. خلاص، فالزياده بناخدها في الاتجاه ده. ماشي. طبعا الكلوز الاسطمبه بتاعت الكلوز داي فورجنج فيها شويه تفاصيل. يعني مثلا هو هنا لما يحط المعدن جوه التجويف بتاع الاسطمبه، خلاص، فهو عايز لما يكبس المعدن الاسطمبه يملا الفراغ بالكامل، فلازم تكون كميه المعدن او البلت اللي هو حاططها الفوليوم بتاعها كافي ان هو يطلع لي المنتج بتاعي وليكن المفتاح، ما ينفعش يطلع ناقص حته. فبيعمل ايه؟ بيحط ماتيريال زياده شويه، يعني بتبقى البلت اللي محطوطه هنا اكبر من الفوليوم اللي انا محتاجه عشان اطلع المفتاح مثلا. طب الزياده دي هتروح فين؟ الاسطمبه نفسها بيكون فيها حاجه اسمها فلاشز. مثلا ده التجويف بتاعي اهو، ده نص الاسطمبه التحتاني وده نص الاسطمبه الفوقاني. دول كده نصين الاسطمبه وده الفراغ اللي ما بينهم. خلاص، ده هنا المنتج بتاعي. خلاص، اللي هيبقى هنا كده ده البرودكت اللي هيملى الحته دي. طيب ايه الزياده دي؟ احنا اتفقنا ان هو عشان يضمن ان الفراغ ده اتملى هيحط ماتيريال بزياده. الماتيريال اللي زي دي هتمشي جوه الجاترز دي الجزئيه دي كده بسميها جاترز، جي يو تي تي اي ار. خلاص، هتمشي جوه الجاتر دي وتدخل جوه الفلاش هنا وهنا. خلاص، طيب هو ليه عامل جاترز وفلاش؟ ليه ما يلزقش الفلاش على طول هنا؟ علشان يعرف يقصها بعد كده. يبقى عندي الجزء دوت كده ليه ثيكنس قليل فيقدر ان هو يقصه بعد ما يخرج الايه البرودكت في الاخر. خلاص، فهو في الاسطمبه بتاعتي عباره عن ايه؟ الكافيتي واللي هو الابر داي واللور داي، تمام، وفي ما بينهم الاثنين محفور فيهم الاثنين الكافيتي، وفي عندي الجاترز اللي هيمشي فيها الاكسسيف ماتيريال، الماتيريال الزياده اللي هتدخل جوه الايه الفلاش. خلاص، عشان اتخلص منها بعد كده ان انا بقصها. خلاص، يبقى دي كده برضو حاجة عندي زيادة في الكلوزد داي المفروض تكون عارفها. طيب بعد كده البروسيس اللي عندي بعد كده اللي هي الاكستروجن او عملية البثق. خلاص، عملية البثق الفكرتها ان انا عندي ماتيريال بيلت. خلاص، البيلت دي بتبقى جوه كونتينر، جوه كونتينر
خلاص، فلو انا ضغطت عليها كده عايزه تخرج، فبحط قدامها من هنا كده داي، احط في سكتها اسطمبه. خلاص الاسطمبه دي لو انا بصيت على السايد بتاعها هلاقي فيها فتحه، الفتحه دي كده خلاص، على حسب شكل الفتحه دي هيخرج الايه المنتج بتاعي واخد نفس شكل الايه الفتحه ايا كان شكلها ايه. خلاص طيب، فلما انا ابلاي بريشر عليها من الناحيه دي هيبدا المعدن يحصل له فلو خلاص، ويخرج منين؟ يخرج من الداي هنا، من الفتحه بتاعه الداي، واخد الشكل بتاعها بالظبط. خلاص طيب، زي ما اتفقنا ان انا المعدن لما بسخنه بيكون عامل زي الصلصال بالظبط، لما اكون شغال في حاله الهوت فورمينج بيكون عامل زي الصلصال، فعمليه الفلو مع الباور المناسبه خلاص بتكون ايه، بيخرج معدن بتاعي بسهوله خالص من الفتحه دي. طيب بستخدمها في الاكستروجن، بستخدمها مع الاشكال اللي ليها مقطع ثابت، يعني مثلا لو انت بتركب المترو هتلاقي في السقف بتاع المترو في الفينز اللي بتوزع التكييف، الهواء بتاع التكييف خلاص، هتلاقي الفينز دي واخده شكل محدد وبطول تقريبا 2 متر او 3 متر، هتلاقي مثلا طولها طويله في جوه العربيه. طب ينتجها دي ازاي؟ بينتجها ببروسيس اسمها اكستروجن، عن طريق ان في عندي اسطمبه، الاسطمبه ديت فيها فتحه واخده شكل الايه؟ واخده شكل الفينز دي، فلما يضغط على الميتال هيخرج واخد نفس الشكل. فبستخدم عمليه الاكستروجن لانتاج المقاطع اللي ليها كروس سيكشن ثابت مع طول الايه؟ المنتج بتاعي. خلاص لو انت بصيت على المطبخ او شباك الالومنيوم اللي عندك، شباك الالومتال اللي عندك في البيت، هتلاقي الفريم عباره عن قطاعات الومنيوم ليها شكل ثابت، فالقطاعات دي كلها بتنتج بعمليه الاكستروجن. خلاص طيب، الاكستروجن ده على حسب طبيعه البروسيس في منه ثلاث انواع. خلاص لو انا بضغط في الدايركشن ده والضاي في المقابل، فالمعدن بيخرج في نفس الدايركشن اللي انا بضغط فيه، فبسمي ده دايركت اكستروجن. تمام، في حاله ان الداي مقابله للايه، الرام اللي بيضغط، المكبس اللي بيضغط ده بسميه رام. خلاص فالخروج المعدن في نفس الدايركشن بتاع البريشر بسميها دايركت اكستروجن. النوع الثاني ده شكل الدايركت اكستروجن، عندي الكونتينر ده خلاص اللي هو رقم 2، الرام ده المكبس اللي بيضغط، والبيلت بتاعتي او الماتيريال اللي هي اللي جوه دي خلاص، والداي هنا اهي، دي كده الداي اللي هي رقم 5 خلاص، فهو هيضغط في الدايركشن ده والمعدن بيخرج في نفس الدايركشن. رقم 4 ده الفاينل برودكت، ورقم 3 دي البيلت بتاعتي، الخامه اللي انا بقى ايه شغال بايه بضغطها. طيب النوع الثاني اللي هو الاندايركت، انا بضغط في الدايركشن ده والاسطمبه راكبه في الرام نفسه او راكبه حوالين الرام خلاص، في الحاله دي هيكون الايه، الكونتينر مقفول من ورا، مش مفتوح كده، مش مفتوح من ورا، بيكون مقفول من ورا خلاص، والداي يا اما راكبه في الرام نفسه، الرام يكون مجوف من جوه، الرام نفسه يكون مجوف من جوه وراكب فيه الداي، او ان الداي تكون ايه من حوالين الرام. لو انا هعمل حاجه هولو، يعني في الحاله دي كده الرام اهو داخل جوه الماتيريال وبيضغط، فالماتيريال تبدا يحصل لها فلو من حوالين الرام، في معنى كده ان البورت اللي هيطلع هيطلع هولو. لو انا عايز اعمل ماسوره مثلا او عايز اعمل حاجه مجوفه خلاص، ففي الحاله دي الدايركت ايه، الان دايركت اكستروجن مناسب للعمليه دي. تمام، يبقى في عندي نوع الاول الدايركت، والنوع الثاني الان دايركت. النوع الثالث الامباكت اكستروجن، النوع الثالث اللي عندي اللي هو الامباكت اكستروجن. فكره الامباكت اكستروجن ان انت بتضغط على البيلت خلاص، ان انت بتضغط على البيلت ببانش تمام، فتبدا البيلت يحصل له ايه، الماتيريال عايز يحصل له فلو وعايز يهرب، فيبدا يخرج حوالين البانش، فياخد شكل البانش من جوه، وانا بحط تحتيه داي في مسافه ما بين الداي والبانش هي بالثيكنس اللي انا عايزه خلاص. يعني انا عندي البانش مثلا ليه ده يا
والداي تبقى اكبر منه بالايه؟ باتنين التخانه، الداي اللي تحت والبانش اللي فوق ده. خلاص المسافه ما بين الاثنين، الفرق في الديامتر ما بين الاثنين هو الايه؟ الثيكنس للمنتج اللي انا عايزه. ده من هنا تي تخانه، ومن الناحيه الثانيه التخانه برضه. خلاص فايه اللي هيحصل لما يبدا البانش يضغط؟ المعدن عايز بتعصر، عايز يهرب، فيبدا يخرج، يحصل له فلو حوالين البانش بتاعي. اشهر اكزامبل اللي دايما بيجي في امتحان اللي هو التوث بيست تيوب، العلبه بتاعت معجون الاسنان او الانبوبه بتاعت معجون الاسنان. خلاص دي بتنتج بالايه؟ الامباكت اكستروجن. فيبقى البانش واخد شكل التيوب دي، والداي نفس الفكره، والفرق ما بينهم الثيكنس بتاع التيوب. فهو يسخن البلت ويحطها في الداي ويقوم نازل عليها بالبانش، فيبدا يحصل لها فلو حوالين البانش. طيب ايه الفرق بين البروسيس دي والديب دروينج؟ الديب دروينج بيتعامل مع شيت، هنا شيت خلاص، لكن هنا بيستخدم بلت. تمام، بيستخدم كتله بالك، هنا كان شيت هنا بالك. خلاص في الديب دروينج هو بيشكل، ده بيبقى شكل الضاي اهو، خلاص، وده البانش. هو بينزل على بالبانش على الضاي فياخد شكل البانش، بينزل بالبانش على الشيت، اسف، يبدا ينزل بانش على الشيت فيسحبه، دروينج سحب، فيسحب معاه الشيت. خلاص يطبع شكل البانش على الشيت، خلاص، او يطبع شكل البانش والداي على الشيت. لكن في حاله الامباكت اكستروجن هي بتبقى بيلت ويضغط عليها، فتبدا يحصل فلو للماتيريال حوالين الايه؟ البانش. خلاص ده كده الفرق بين الديب دروينج والايه؟ الامباكت اكستروجن. الديب دروينج اشهر مثال عليه الكان، اللي هي الكانز اللي احنا بنقول عليها، بنسميها كانز، بتاعت البيبس مثلا. خلاص دي بتنتج بعمليه الديب دروينج، لكن هنا انبوبه معجون الاسنان بتنتج بعمليه الامباكت اكستروجن. خلاص ده كده البرودكتس بتنتج بعمليه الاكستروجن. خلاص هتلاقي فيها اشكال اهو، المقطع ثابت على طول البارت، هنا القطاع كلها قطاعات الومنيوم، خلاص هنا المقطع ثابت على طول البارت. لو الشكل بتاعي هولو زي كده، بيكون في حاجه اسمها ماندريل راكبه، يا اما في الرام نفسه، يا اما بتثبت بطريقه ما في المقابل كده، بحيث ان المعدن يخرج من حواليها ويسيب الفراغ اللي جوه ده. يبقى في شاقه او ماندريل راكبه عشان تشكل لي الايه؟ الفراغات دي، لو انا عندي هولز او فراغات جوه الايه؟ جوه البارت بتاعي. خلاص فدي كده البروسيس اللي هي الاكستروجن. ده الفيديو بيشرح مكنة الاكستروجن، ده شكل المكنة، ده شكل من ضمن الأشكال. دي المكنة اللي موجودة عندنا في الورشة يا باشمهندسين. خلاص هي هنا بتعتمد على هيدروليك بريس، مكبس هيدروليكي اهوت، واخد اللي هو الديسكوبيك سلندر دي كده، وده هنا التانك بتاع الزيت. خلاص في عندي في المقابل هنا موتور بيشغل البامب او الترومبه اللي بتزق الايه؟ بتضخ الزيت، فيبدا يزق السلندر دي او يبدا يزق البيستم ده. تمام، طيب في هنا الكونتينر اهو، ده الكونتينر بتاعي، تمام، اللي هو الاسطوانه اللي جوه دي، وفي نهايتها هنا كده راكب الاسطمبه. فانا بحط البلت بتاعتي من الناحيه دي، بعد كده يبدا المكبس او البيستم ده يزق البلت فتخرج من الضاي في الناحيه المقابله دي. ده كده شكل الايه؟ الاكستروجن ماشين اللي موجود عندنا في ورشه الكليه. بص لاحظ كده، ده شكل الضاي، شكل سكوير اهو، بس هو مش سكوير بالظبط، فيه هنا نوتش، في الحته دي كده زي نوتش. خلاص بحس ان الشكل بتاعي ما بيطلعش سكوير كامل، بيطلع فيه زي ميجرا كده.
تمام. فدي كده الضاي هيركبه في نهايه الايه الكونتينر كده. واضح اهون شكل الضاي، ده شكل الضاي، ده شكل الكروس سكشن اللي هيطلع لي في الاخر. فلما يبدا المعدن يحصل له فلو من جوه الضاي دي، هياخد شكلها، هتطبع شكلها على البرودكت الخارجي. ده شكل الميكانيزم بتاعي اهو. انا عندي هنا الموتور ده بيشغل بامب او ترمبه، في بريشر جيج اهو بيعرفني الضغط جوه السلندر خلاص. وده كده البيستون او البيستم او المكبس اللي بيزق الايه، بيزق البلت عشان تخرج من الضغط. شايفين ده كده شكل الكونتينر من الناحيه المقابله للضاي خلاص. ده كده الكونتينر لسه فاضي. خلاص ده كده الايه، ده كده شكل مكنة الاكستروجن، ودي عملية الايه الاكستروجن. فمهم جدا انك تكون فاهم البروسيس وفاهم الفرق ما بين الانواع الثلاثة الاكستروجن، وفاهم الفرق ما بين الانفرت اكستروجن والديب دروينج، عملية السحب العميق. خلاص اخر عملية عندي في عمليات الفورمينج هي عملية الواير دروينج او عملية سحب الاسلاك، او العملية اللي بتستخدم في تصنيع الاسلاك، اسلاك الكهرباء اللي عندك في البيت بتنتج بيه البروسيس دي. خلاص فكرة العملية دي ايه؟ ان انا عندي ضاي ستامبا خلاص بالديامتر او الشكل السلك اللي انا عايزه، تمام. لو انا بصيت على السايد بتاع الاسطمبة دي هي عبارة عن ايه؟ دايرة بالديامتر اللي انا عايزه ده. فهو بينزل عملية السحب، بينزل من الديامتر الكبير للديامتر اللي هو عايزه خلاص، عن طريق ايه؟ اوريفوس، او عن طريق الايه الاسطمبة الضاي دي خلاص. فهو الاول بيعدي السلك من هنا، بيجهز السلك ويعديه من هنا ويبدا يسحبه. فهو هو بيشد السلك يبدا يحصل له ايه هنا؟ يحصل ريدكشن في الكروس سكشن اريا، وهو عامل الجزء ده من الاسطمبه تيبر عشان يسهل الفلو بتاع الماتيريال، الفلو بتاع السلك جوه الاسطمبه خلاص، يسهل الفلو بتاع السلك عشان ما يحصلش عشير عليه خلاص. فده كده عمليه سحب الايه الاسلاك. يبقى البروسيس دي يستخدمها عشان ينتج بيها اسلاك زي اسلاك الكهرباء خلاص. طبعا هنا الماتيريال لازم تكون داكتايل مثلا عشان يحصل ليها اكستنشن او يحصل لها الونجيشن، بيستخدم هنا بيتم على ماتيريالز داكتايل، عشان كده احنا عارفين ان النحاس والالومنيوم داكتايل ماتيريالز خلاص. طبعا هي ما بتتمش على مرحله واحده، يعني البروسيس بتاعه الواير دروينج دي ما بتتمش على مرحله واحده، بيكون عندي اكتر من مرحله خلاص. بينزل من ديامتر للديامتر الفاينل عن طريق اكتر من اسطمبة محطوطين في السكة بتاعتك خلاص. فانت هنا هنا مثلا دي البكرة النهائية اهي، السلك بيدخل من هنا اول مرحلة، ودي بتسحب، دي بتلف كده فبتسحب السلك من الاسطمبة الاولانية. بعد كده بناخد منها السلك ندخله على اسطمبة تانية او ضاي تانية بديامتر اقل، تبدا الايه البكره اللي بعديها تسحب منها السلك لحد ما يوصل للديامتر الفاينل اللي هو عايز يوصل. فدي كده الايه عمليه الواير دروينج او عمليه سحب الاسلاك. دلوقتي انا خلصت كلام عن الفورمينج وباقي اسئلتكم. معلش يا باشمهندس، الديب دروينج تاني؟ عملية الديب دروينج هي عملية اسمها عملية سحب عميق. في عملية الديب دروينج دوت، لو انا عايز مثلا اعمل كان او اعمل علبة خلاص، فبجيب يبقى عندي بانش، زين حتة فاضية، يبقى عندي بانش دايما النص المتحرك، وده طبعا بيركب على مكبس خلاص. كل الكلام ده بيركب على مكبس، سواء الليمبك اكستروجن او الايه، بيبقى في عندي بانش، الجزء المتحرك ده بسميه بانش،
والجزء الثابت بسميه داي. خلاص يبقى عندي بانش وداي. خلاص هما الاثنين واخدين شكل الحاجة اللي انا عايز اشكلها، مثلا شكلها مربع شكلها دائري ايا كان. خلاص هنا انا بشكل شيت، بشكل لوح صاج، تمام؟ فبحط اللوح الصاج وابدأ ينزل البانش عليه. اللوح الصاج يتحط هنا، خلاص يبدأ ينزل البانش على لوح الصاج. فلما ينزل هيبدأ لوح الصاج يتشكل على شكل الايه؟ البانش. خلاص هيبدأ يحصل له زي عملية بيندنج كده، تمام؟ ان هو يتشكل على الايه؟ بس هنا مش بيندنج لان هو بيتني من كل الاتجاهات. خلاص فيبدأ لوح الصاج ده ياخد شكل البانش، تمام؟ طيب ليه ما يتقصش؟ ما هي كانت مكنه البيرسينج والبلانكينج بتقص وهي كانت نفس الشكل. لاحظ هنا ان البانش والداي بتوع الديب دروينج ليهم فيلت، خلاص بنقول ليهم ريديوس، انما في حاله البلانكينج والبيرسينج بيكون ليهم زوايا قطع، بيكون شارب كده. البانش كده شارب والداي هي كمان شارب عشان تقص، ليها زاوية شير، زاوية قص. لكن في الديب دروينج بيكون ليها فيلت عشان ما تقصش الشيت، تنزل عليه ينزل عليه البانش، فيبدأ البانش يتسحب مع آسف يبدأ الشيت يتسحب مع البانش وياخد شكل البانش. خلاص الامباكت اكستروجن ما بيبقاش شيت، بتبقى باليتا كتلة حتة بالك كده، وينزل البانش يفعصها يضغط عليها، فتبدأ يحصل للماتيريال ديت يحصل لها فلو حوالين البانش. وصلت ولا محتاجة توضيح تاني؟ تمام. مش ممكن يعني الديب دروينج بيحصل على اكتر من مرة، يعني بيعمل امباكت كذا مرة مثلا؟ الديب دروينج ممكن يحصل على مرة واحدة وممكن يحصل على اكتر من مرة. خلاص وبالمناسبة الديب دروينج ممكن يحصل فيه تغيير في السيكشنج، بس في الحالة دي بنسميه ايرنينج، يعني ممكن وهو نازل كده برضو بيقلل في التخانه، بس الحاله دي بنسميها ايرنينج، مرحله من مراحل الديب دروينج. لكن خلينا بس متفقين ان في الشيت ميتال ما بنغيرش التخانه، خلاص هو مجرد ان البانش بينزل يسحب مع الشيت فالشيت يتطبع على البانش. خلاص لكن في حاله الامباكت اكستروجن هي بيلت كتله، تمام؟ شكرا يا باشمهندس. بعد اذنك، هو الفرق بين الفولرينج وما بين الدروينج اوت؟ الفولرينج، بص الدروينج اوت او الكوجينج هما الاثنين نفس المسمى عشان نكون متفقين. خلاص هما الاثنين نفس الحاجه معايا، هما الاثنين فكرتهم ايه؟ دروينج اوت سحب، ان انا بقلل الثيكنس وازود لينث، صح؟ ده سؤالك، صح؟ ان انت قلت فولرينج، صح؟ صح. فولرينج. طيب يبقى في الكوجينج او الدروينج اوت انا بقلل ثيكنس وازود طول، لكن الفولرينج بيعمل نيكينج عند مكان معين. يعني انا عندي مثلا حته كده بالتخانه دي وعايز يجي هنا ويقلل في المكان ده بس الثيكنس مش في الطول كله، معايا؟ في الحاله دي اسميها فولرينج، ودي ليها تول برضو شبه الايه؟ شبه التول بتاعه الكوجنج، او ممكن يستخدم فيها تول على حسب شكل الايه النيك هو عايزها شكلها عامل ازاي. تمام ماشي. سؤال تاني بعد اذنك، هو ايه الفرق بين الكلوز داي فورجنج والامبريشن داي فورجنج والايه؟ يعني أحدها impression die forging. أنت شفتها فين دي وريها لي؟ السلايدز بتاعت الدكتور. أنا مش شايف سكرين من عندي. ماشي. عارف أنا من عندي شايف سكرين أنت وريها لي.
ثانية واحدة بس. هاي هي ظهرت كسر؟ يعني ما اعرفش فرق محدد ما بينهم، لكن هما الاثنين كلوز داي، يعني شايف هما الاثنين فكره كلوز داي هو اللي مزوده في الامبريشن اللي هو الحاجات اللي انا قلت لك عليها الجاترز والفلاشز بس، لكن هما دول بالنسبه لنا مسمى واحد كلوز داي فورج. تمام. سؤال تاني يا شباب. طيب بالنسبة لي